لما أمر الخليفة عثمان بن عفان بنسخ المصاحف وجمع المسلمين على حرف واحد من حروف القرآن، وكله لزيد بن ثابت. اتضايق جدا عبد الله بن مسعود وقال: يا معشر المسلمين، اعزلوا عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يعني كان بيعلن استنكاره إن يولي عثمان زيد بن ثابت في أمر كبير زي كتابة المصاحف. هو أسلم وحفظ القرآن، وزيد لسه نطفة في ظهر أبوه لم تحمله أمه في بطنها. وبيكمل استنكاره وبيقول: كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان. وقال: قد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. يا ترى ليه عبد الله بن مسعود كان بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان؟ تعالوا نتعرف على قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الأول. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شمخ بن فأر ابن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل بن الحارث بن تميم ابن سعد بن هذيل بن مدركة ابن إلياس بن مضر، وكان بيكنى بأبي عبد الرحمن قبل ما يولد ابنه ويسميه. ويقال أيضا عن الكنية دي إنها لم تطلق عليه على اسم حد من أبنائه، وإنما كناني النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي، لأن أبوه مسعود بن غافل استقر في مكة قبل الإسلام وحالف عبد من الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي، وتجوز حفيدته أم عبد بنت عبد ود ابن سواء الهذلية وهي ابنة بنته هند، وأنجبوا عبد الله بن مسعود ونشأ في مكة. كان معروف عنه الأخلاق حتى قبل الإسلام، وكانت صفته الأشهر هي الأمانة. لم يكن طويل، وزنه كان خفيف جدا، وكان شديد السمار وساقه نحيفة وقصيرة. كان مش بيغير شبته بالحنة على غير عادة الكثيرين. كان معروف بثوبه الأبيض الناصع وحبه العطر والطيب، لدرجة أنه كان بيتعرف في ظلمة الليل بريحة الطيب اللي بيتعطر بيه. عبد الله بن مسعود كان من أوائل اللي دخلوا الإسلام، فهو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتخذ دار الأرقم عشان يكون مكان لتجمع المسلمين فيه، وقيل أنه كان سادس من أسلم من الصحابة، وقيل كان ترتيبه 23. قصة إسلامه ولقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم يرويها عبد الله بن مسعود بنفسه، فبيقول: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست ساقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا، فحفل الضرع، ثم أتاه أبو بكر رضي الله عنه بصخرة متقعرة فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلص. فقلص. فأتيته بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. قال: إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. ومن بعد اللقاء ده أسلم عبد الله بن مسعود ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيجلسه أكتر من غيره من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيثق فيه وبيحبه حب شديد، وكان بيحفظ القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون وساطة. كان عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن الكريم في مكة المكرمة قصاد المشركين. كان عند الكعبة في يوم مجتمع فيه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فوقتها قال عبد الله بن مسعود: أنا. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه. فقال عبد الله: دعوني، فإن الله سيمنعني. تاني يوم خرج عبد الله للكعبة، وكان في وقت الضحى وقريش مجتمعة، وأول ما وصل لمقام إبراهيم راح رفع صوته وقرأ من سورة الرحمن الآيات الكريمة: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فجأة سكتوا وحاولوا يستوعبوا إيه اللي بيقوله عبد الله،
لحد ما فهموا قالوا إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. ضربوا في وشه ومع ذلك فضل يقرأ إلى ما شاء الله وتحمل على قد ما ربنا قدره. ثم انصرف إلى أصحابه اللي أحزنهم ما رأوه على وجهه من أثر الضرب وقالوا له هذا الذي خشينا عليك. فقال ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا. فقالوا لعبد الله حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. أمه كانت من أوائل النساء اللي دخلوا الإسلام ومن الصحابيات اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اسمها كريم وله منزلة كبيرة بين المسلمين. كان عبد الله بيتعرف بأمه كمان وبيتقال ليه ابن أم عبد، وعشان كده كان الناس بينادوا عبد الله بن مسعود في معظم الأحيان بانتسابه لأمه ويتقال له ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لطيف وذكي، ولابد اسمه يذكر في أي حديث عن أذكياء العلماء المسلمين، بل وفي صدارة القائمة. أما عن حال عبد الله بن مسعود مع القرآن، فكان عبد الله بن مسعود حسن اللفظ جميل الصوت، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اقرأ علي، فقال عبد الله بن مسعود كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود عليه سورة النساء حتى بلغ الآية الكريمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له رسول الله حسبك. فنظر إليه ابن مسعود وقد غرورقت عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود كان يحفظ ويجيد قراءة القرآن أكثر من غيره، وعشان كده هو أحد الأربعة المذكورين في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، رواه البخاري ومسلم. وكمان بدأ باسمه في الأربعة. كان رضي الله عنه حسن الدعاء، وبشروا النبي صلى الله عليه وسلم باستجابة دعائه. في رواية الإمام أحمد رحمه الله حديث عبد الله رضي الله عنه لما قال أنه كان في المسجد يدعو، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعطى، وهو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعلى جنة الخلد. كان من أفقه الصحابة وأقرأهم للقرآن وأحفظهم وأكثرهم في طلب العلم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. عمل عبد الله بن مسعود في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحمل له سواكه وطهوره ونعليه ووسادته في السفر، ولازمه في زيارته لقبر أمه، وكان بيحضر معاه صلاة الجماعة ويشهد معاه صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأتمن على سره، ومنحه ميزة محدش من الصحابة أخدها لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمتع سوادي حتى أنهاك. والمساودة هي الإصرار، فكان له الحق بالدخول بمجرد ارتفاع الستار دون استئذان بالقول في أي وقت من الليل أو النهار. فمثلا بيقول أبو موسى الأشعري لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله، يعني يظن من أهله لكثرة ملازمته ودخوله وخروجه من عنده. وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم خلع ابن مسعود عنه نعليه واحتفظ بهما تحت إبطه، ووضع الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها، فإذا قام حمل الوسادة وألبس النعلين، لذلك سماه الصحابة صاحب النعلين والوسادة. كان بيستر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، وهو اللي بيصحيه لما ينام ويؤنسه إذا مشي. عبد الله بن مسعود كان بيعاني معاناة شديدة من اضطهاد قريش ليه، وده اللي خلاه مضطر للهجرة إلى الحبشة عشان ينجو بنفسه وبدينه، فكان زيه زي المستضعفين من السابقين المهاجرين. وفعلا هاجر إلى الحبشة وقعد فيها سنوات، وبعدين رجع لمكة بعد إشاعة إسلام أهل مكة. ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب المدينة المنورة حاليا، ساب عبد الله بن مسعود مكة مرة تانية وهاجر إلى المدينة، وكانت دي تاني هجرة لي. وفي المدينة المنورة يقال إنه نزل عند سعد بن خيثمة، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الزبير بن العوام، وبرضه اتقال إن المؤخاة كانت بينه وبين معاذ بن جبل.
النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هو اللي حدد وحط لعبد الله وأخوه عتبة مكان دار ليهم، وده مع دور بني زهرة بن كلاب في ناحية مؤخرة المسجد. عبد الله بن مسعود شهد المشاهد والغزوات كلها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هو اللي قضى على أبو جهل يوم بدر بعد ما ضربوا بن عفراء، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم سيف أبو جهل هدية ليه، وشارك في غزوة أحد والخندق، وكان واحد من 4 أو 10 ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تقهقر عنه أصحابه يوم حنين. وقد قيل إن عدد من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 80 رجل من المهاجرين والأنصار. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت منزلته عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلا حذيفة بن اليمان بيحكي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا. عبد الله بن مسعود كانت ساقه نحيفة وقصيرة، فكانت الريح تحركها، فضحك القوم منه. وفي الموقف ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ اللي حصل وسأل الناس: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حزن ابن مسعود عليه حزن شديد من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى أبو بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين، وكان ابن مسعود قد بايع أبو بكر. شارك ابن مسعود في الفتح الإسلامي للشام، واستمر في الجهاد حتى توفي أبو بكر الصديق، وتولى بعده الفاروق عمر رضي الله عنه الخلافة، وبايع ابن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة للمسلمين. حضر معركة اليرموك وتولى يومها قسمة الغنائم، وبعد انتهاء الفتح اختار عبد الله بن مسعود انه يقيم في حمص، وفضل هناك لحد ما جاءه أمر من عمر بن الخطاب بأنه ينتقل إلى الكوفة من أجل تعليم أهلها أمور دينهم ويكون في عون أميرها الجديد عمار بن ياسر. وكتب عمر إلى أهل الكوفة رسالة وهي: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر، فاسمعوا. وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، فاسمعوا فتعلموا منهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. فضل عبد الله بن مسعود في الكوفة مدة خلافة عمر كلها، ولما فاضت روح الفاروق رضي الله عنه تم تعيين عثمان بن عفان خليفة على المسلمين. ولحد بداية خلافة عثمان بن عفان كان ابن مسعود في الكوفة، لكن عثمان بن عفان عزل ابن مسعود من الكوفة بناء على طلب أهل الكوفة، وعين مكانه الوليد بن عقبة، وبعث له يأمره بالعودة للمدينة. وده لما ترفع خبر للخليفة عثمان بحدوث خلاف بين ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص. يومها اجتمع أهل الكوفة وقالوا لعبد الله: أقم ولا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منه. فقال عبد الله: إن له علي طاعة، وأنها ستكون أمور وفتن، لا أحب أن أكون أول من فتحها. ورد الناس وخرج إلى المدينة. لما أمر الخليفة عثمان بن عفان بنسخ المصاحف وجمع المسلمين على حرف واحد من حروف القرآن، وكل الأمر لزيد بن ثابت. ساعتها عبد الله بن مسعود اتضايق جدا وقال: يا معشر المسلمين، اعزلوا عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يعني كان بيعلن استنكاره إن عثمان يولي زيد بن ثابت في أمر كبير زي كتابة المصاحف، وهو أسلم وحفظ القرآن، وزيد لسه نطفة في ظهر أبوه لم تحمله أمه في بطنها. وبيكمل استنكاره وقال: كيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا مع الغلمان له ذؤابتان، قد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. وهنا فسر الذهب الموقف أن عثمان اختار زيد لأن ابن مسعود كان في الكوفة، ولأن زيد كان بيكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام في الرسم وابن مسعود إمام في الأداء. ولما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم تسألون؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. فقال: علم القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى بذلك علما. ومش بس سيدنا علي، ده عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا على فقه عبد الله بن مسعود وعلمه بالفتوى. فمثلا وصى معاذ بن جبل أصحابه في مرض موته فقال: التمسوا العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. وفي يوم
استفتى الناس أبا موسى الأشعري في مسألة من المواريث فجاوبهم، لكنه طلب منهم يسألوا ابن مسعود من بعده. وقتها ابن مسعود قال رأي مختلف عن رأي أبي موسى، فالناس رجعوا لأبي موسى، فقال أبو موسى ليهم: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، يعني طالما ابن مسعود موجود تسألوه هو، وما تاخدوش الفتوى إلا منه. كان عبد الله رضي الله عنه بيعمل حلقة فقه وفتاوى، وأخذ عنه علمه بالفقه والفتاوى من التابعين علقمة ابن قيس النخعي، حتى إن عبد الله بن مسعود قال عنه: ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه أو يعلمه. كمان الأسود بن يزيد النخعي وشريح بن الحارث القاضي وعبيد بن عمرو السلماني والحارث بن عبد الله الأعور، وكلهم نشروا فتواه وأراؤه. وقال الشعبي فيه: ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفقه صاحا من عبد الله بن مسعود. وقال مسروق بن الأجدع: شممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى 6 نفر، منهم عمر وعلي وعبد الله وأبو الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم شممت هؤلاء 6 فوجدت علمهم انتهى إلى 2 منهم، إلى علي وعبد الله. ومن أجمل ما في هذا الصحابي الجليل إنه كانت له نفس لوامة، يقعد يذكرها دائما بتقوى الله، وكان حوالين عينيه أثر سواد من كتر البكاء من خشية الله. وفي مرة حسب ما روى الطبراني إنه ارتقى الصفا يوما وأخذ يؤدب لسانه قائلا: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. بعد عودة عبد الله بن مسعود من الكوفة استقر في المدينة المنورة حتى آخر عمره، ومرض فيها مرض موته في 32 هجرية، وكان عمره 60 سنة. وأوصى ابن عبد الرحمن فقال: أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك، واملك عليك لسانك، وابكي على خطيئتك. وأوصى الزبير بن العوام رضي الله عنه أن يخلفوا في أهله وماله، ودفن في البقيع عند قبر عثمان بن مضعون. رحم الله الصحابي الجليل وجزاه خيرا عما ترك في الأرض من علم ينتفع به، رضي الله عنه وأرضاه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ياريت تقول لنا رأيك، وما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وادخل اتفرج على الحلقات اللي فاتت، واستنى الحلقات اللي جاية، وخمن معانا مين بطل حلقتنا اللي جاية من الصحابة.